وهذه هي العشيوه السهله المهله ديالنا اللي كتجيب الناس اللي كتحمق على لي بات. اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه وبنينه وسهله، غير غنبدلو شي شويه. حنا ديما كنخدموا بلي بات اللي هما عاديين بيضين، اليوم غادي نخدموا بلي بات كي سون نوار. يلا باش نبداو. وباش نبداو اول حاجه غادي ناخذ البصله، غادي نقطعها طوليا، غادي ندوز للربيع ونطقطقو، ومن بعد غادي ندوز لي شامبينيون حتى هما، غادي نقطعهم بحال هكا. دي شامبينيون راه ملي كتغسلوهم من الاول كيوليو صعاب، كيبداو يزلقوا. دونك ملي تبغيو تخدموا بهم غسلوهم في الاول على تيساح عاد خدموا بهم، ماشي كيتغسلوهم كيتخدموا بهم. ودابا ملي سالينا التقطاع ديال لي شامبينيون غادي ندوزو باش نطيبوهم. باش نطيبو لي شامبينيون اول حاجه درت الزبده، غادي ندير البصله، غادي ندير الربيع اللي تقطعت، مليحه بزار و الزيت. انا هنايا خدمت بزيت العود، نتوما ديروا زيت المائده الا بغيتوا. غادي ندوزوا البوطه باش نطيبوه. غادي خصني نتسنى حتى تنين ليا البصله وطيب، عاد نزيد عليها لي شامبينيون. الوغ كيما بان ليكم هنا هي البصله راها بدات كتنيل، هنا راه الاضافات اللي تقدروا ديروا بحال مثلا الفلفله، الفلفله حتى هي ديروها بنفس الطريقه، تقطعوها طوليا وتحطوها طيب، حتى هي راه كتزيد واحد المذاق رائع. وفي هذه المرحله غادي نزيد البصل المجفف، عفوا الثوم المجفف. هنايا راه خدمت به غير لحقاش ما بقيتش عندي الدروس ديال الثومه، راه عوضتو بالثومه مجفه. الثومه تقدروا تخدموا غير بالثومه عاديه، ديروا واحد جوج دروس حتى ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه. ملي كتولي عندنا البصله بحال هكا كنزيدو لي شامبينيون تاعنا، غنقص على العافيه. وغادي نسد على المقله باش يرجع عليها هذاك الصهد ديالها باش لي شامبينيون يطلقوا الماء فين يطيبوا. في هذه المرحله اللي عنده مرق الدجاج
واجد في الدار يقدر يديرو كإضافة. هنايا قالكم راه لي شامبينيون راهما وجدوا. في هاد المرحله غادي نصاوب اولا غادي نضيف لا كريم فريش ديال الطياب. بسم الله. نخليها باش طيب شي شويه واحد جوج حتى ثلاثه ديال الدقائق غير لما تجيب الغليه باش ندوزو نطوبو نطيبو لي بات. هاد لي بات غادي نزيد داكشي اللي بقى من الربيع بيناتي وغادي نطفي عليها. باش ندوزو نطيبو كما قلنا لي بات. الوغ ملي طابلينا الماء ندير لي بات. الوغ كنكونفيمي غير واش طاب المدة ديال تياب ديالها كتراوح ما بين 5 دقايق حتى 6 دقايق. حنا ما خصناش لي بات يطيبو حتى يوليو كيدوبو. بيان سور غادي ملي اون فوا يطيبو غادي نحبسو الطياب ديالهم بالماء بارد. هنا ملي طابو لي بات غادي نحطهم باش يتسقطرو اح او غادي نزيد عليهم غادي نخوي عليهم الماء بارد باش نحبس ليهم الطياب. الوغ هاد المرحله راها مهمه جدا باش كنحبسوا ليهم الطياب. هنايا خديت كاسرونه درت فيها الزبده غادي نتسناها حتى تذوب وغادي ناخذ لي بات اللي طيبنا باش نسوطيهم فيها. غادي نزيد مليحه ردوا بالكم مع الملحه مع في كل ايطاب كنزيدو شويه ديال الملحه باش يكون عندكم اكسي. ما تنساوش راه حنا ديجا خدمنا لاصوص شامبينيون الوغ ملحه وبزار. كنقلبها كنديها ونجيبها باش كامله تشرب الزبده تخلط لينا المليحه مع البزار. عرفتي واحد المذاق بعدا واحد الريحه ما نعاودش ليكم. انا كنتسنى غير توجد. وهذه هي العشيوه السهله المهله ديالنا اللي كتجي بنينه بزاف وبالصحه والراحه. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم وصفه ديال لي بات بلاصوص شامبينيون. كنتمنىها تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على الزر جيم ابوني بارطاج واللي جربها يخلي لي واحد لو بيتي كومونتير. حتى نتلاقاو.